ايا كان عندك نوع سخان بالغاز بتاعك ايه، هنتكلم على جميع الاعطال بتاعته. كل الاعطال هنتكلم فيها ايه سببها وطريقة حلها وايه اللي ممكن تحله بنفسك وسهل جدا، وكمان ايه اللي لازم فني متخصص وايه اللي محتاج تغيير، علشان بيجي لنا اسئلة كتير جدا. السخان بيتكتك وما بيشتغلش، السخان مش شغال خالص، المية ضعيفة، ازاي نركب شاحن، اي عطل فيه، تسريب مية، تنقيط مية، سويتش المبينة، وهنتعرف على الاجزاء بتاعته وطريقة الحماية بتاعته. اول حاجة، علشان طبعا الناس اللي شغالة في السخان مبتدئين، بنشيل السخان. عشان نشيل السخان او نفك الوش الجزء دوت، بنشيل البقرة. البقرة بتاعته بتاع النار وبتاع بتاع الغاز وبتاع المية. بيبقى فيه مسامير احنا فكينها اهيت، مسامير شايلة الوش ده اهو، مسمارين فكناهم وبنبدأ نخرجه لبره من تحت، ونبدأ بعد ما خرج بره شوية نرفعه لفوق كده، الوش اتشال معانا. لو عايزين نشيل الوش خالص بنفصل عن الشاشة الكهرباء بتاعته، لو عايزين نسيبه خلاص هنسيبه، مفيش مشكلة، في مكان ايه يتحط فيه كده. بيظهر معانا السخان عبارة عن ايه. السخان عبارة عن السربنتينة. السربنتينة بتكون نحاس او الومنيوم، ديت مصنوعة من النحاس، بيكون عبارة عن امان من ناحيتين، وممكن في بعض السخانات من ناحية واحدة، علشان لو الحرارة عليت اكتر من لازم بيفصل. كل ده هنتكلم فيهم لان فيهم اعطال، السربنتينه والامان واشعال ذاتي وحساس الامان. حساس الامان دوت عشان لو حس بنار هيفضل شغال، ما حسش بنار خلاص هيفصل الغاز، علشان امان ليك برضو، عشان لو الغاز شغال بيخرج من الجزء دوت ومفيش نار خلاص مش هيحس بحراره، يبقى مش هيفصل معانا. الجزء اهم جزء وبيحصل فيه اعطال كتير، الجزء اللي هو بيتحط فيه اللي هو الجزء بتاع الرداخ، بيتحط فيه جلدة الرداخ وطقم الاصلاح اهو، وادي مسامره، ودوت طبعا بتاع الميه. عايزين نركب الاكره، احيانا بيقفش برضو لانه بيكون تقيل، شايفين تقيل معانا. احيانا بيكون في بعض السخانات مش شغال، وده الجزء بتاع الغاز، ودي المبينه اللي هي بتفتح للغاز علشان يمر يدخل هنا اهو، الفتحه بتاعتها اهيت، والمبينه هي اللي بتفتح لها من هنا الجزء اللي هو الالومنيوم ده. وده السويتش، ده اللي بيفتح معانا برضو علشان النار، وطبعا دي الفتحات بتاعتها، والكارته بتاع الكهرباء، الكارته بتاع الكهرباء اللي هي بتحس بالحراره موصل بيها، وبتفتح للسويتش بيعمل اشعال ذاتي، وبتفتح للمبينه وبتدي للشاشه. طيب هنتكلم على اول عطل معانا، او ازاي تحل الاعطال. اول حاجه ازاي نركب شاحن للحجر اهو. لما بنفتح كده بنلاقي فيه طرفين، نفصل كده الشاحن بنلاقي فيه طرفين، طرف واصل للبطاريات اهو، والطرف التاني واصل للبطاريات، واحد لونه احمر والتاني لونه اسود اهو. احنا بنشتري شاحن، الشاحن بيبقى فيه جزء هنا او ادابتور، بيبقى فيه جزء هنا اللي هو بيوصل بيه الشاحن وبينزل لتحت، ايه بنوصل بيه الشاحن او بنشيله، عشان لو الشاحن باظ ما نبداش نركب تاني، بنبدا نغير جزء بس بتاع البطاريه. طيب الاحمر بيبقى برضو فيه طرفين، طرف احمر وطرف اسود، بنوصلهم مع بعض وخلاص كده، ونبعدهم عن البطاريه لو هنستخدم شاحن فقط. طيب ممكن نستخدم الاثنين، ممكن نستخدم الاثنين بس ما يشتغلوش مع بعض الاثنين، يعني ما ينفعش البطاريات محطوطه ونشغل الشاحن او الادابتور، الكارته ممكن تتحرق، فاحنا ممكن نشيل منهم طرف او ممكن نوصلهم، بس نفتح الباب بتاع البطاريات بحيث لما عاوز اشغل بطاريات خلاص اتاكد ان هو مفصول من الكهرباء واشغله تمام، او عايز اجربه ما حاجة بسيطة جدا
الاسود مع الاسود، وفي ناس طبعا بتقطع وتنزل ده تحت وتوصل سلك مباشر، ما فيش مشكلة. الاسود مع الاسود والاحمر مع الاسود، يبقى احنا ايه، خلاص لغينا البطاريات وشغلنا الشاحن، ده اول حل معانا. طيب دي لو الاكرة تقيلة معانا او ما بقتش تتحرك، ده خلاص ده لازم فك، لان دي بيدخل فيها مية، المية فيها رواسب بسيطة كده او حديد مع المية ممكن يسبب صدى بسيط، فبتبقى تقيلة. علشان ما يحصلش معانا المشكلة ديت، ما نثبتش المية، يعني نيجي كل فترة كده نحرك المؤشر عشان تفضل تتحرك معانا. طيب قفشت معانا؟ لا، احنا لازم نفك المسمارين دولت، نشيل الجزء دوت ونحط عليه نقطة زيت، نقطة شحن. زيت طبعا مش زيت اكل، زيت مكن او زيت عربيات، حاجة تلينه او نقطة شحن ونعمل. طيب السبب المهم بقى ان المية تكون ضعيفة، المية الباردة بتكون كويسة لكن المية السخنة ضعيفة، بيكون سبب مهم جدا هنتكلم عنه. طبعا بنتأكد من الجزء دوت مفتوح على المية العالية بيعلى معانا، والمية المنخفضة بينخفض معانا. تمام، في اللي الماسورة اللي داخلة في المية الباردة، الماسورة دي بتدخل المية الباردة تمشي على المواسير تسخن وتنزل تاني من الجزء في المية السخنة. طيب المية دي بيكون فيها رواسب، وتحت المصفى ديت احنا طبعا هنتكلم عنها وكلمنا عنها لوحدها، بيكون فيها مصفى رفيعه كده اخرام بسيطه خالص، ممكن بتتسد او نصها بيتسد او اللي دوت من كتر الرواسب بيتسد. فاغلب الاعطال بتاع ضعف الميه، لو الميه البارده قويه والميه ضعيفه، اللي دوت مسدود، المصفى ديت مسدود. وزي ما احنا شايفين برضو اهوت من المية السخنة بيحصل كده ايه، اكسدة واجزاء زي دي برضو بتضعف. الماسورة ليها قطر معين، القطر دوت لو قل المية بتقل، لو ضعف، لو اتسد خالص مش هينزل مية سخنة خالص، لان لازم مية الباردة تدخل علشان تخرج. المية الباردة مسدودة او الجزء دوت مسدود او جزء منه فيه سد جزئي، خلاص يبقى برضو هيدخل المية، هتنزل المايه ضعيفه معانا. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، لو المايه ضعيفه معانا او اللي ده مسدود لازم نعمله، ما نصبرش عليه او نستخدم مايه ضعيفه عادي، لان برضه هيحصل مشكله ان المايه ضعيفه هتدخل في المواسير فالحراره هتبقى عاليه عليها، هتتاكل بسرعه. دي كلها طبعا اعطال بسيطه وبتاع. هنتكلم بقى في الاعطال الفنيه اللي هو ما بيشتغلش، ما بيحصلش اي حاجه، فناخد بالنا. اول حاجة السخان لو مش شغال معانا بيتكتك وما بيشتغلش، نتأكد من حاجتين قبل ما نكلم فني، قبل ما نفتح السخان او قبل اي حاجة، ان البطاريات سليمة، ممكن نكون جايبينها جديدة لكن المكتبة او المحل اللي احنا جايبين منه لكنها بقاله فترة فمملحة فضعيفة مش مشغلة السخان، دي نتأكد منها. الشاحن ممكن يكون منور لكن تلف، اللمبة اللي محطوطة على الادابتور مش مقياس ان الادابتور شغال، لازم نجربه نشغل بيه اي لمبة كده 3 فولت او اي حاجة علشان نتأكد ان هو شغال، او نجيب شاحن تاني او ادابتور تاني علشان نتأكد منه. لازم نتأكد من وصوله الكهرباء، من وصول السخان الغاز وصله كهرباء، اما عن بالبطاريات او بالادابتور، ده نتاكد منها علشان ديت ممكن تكون مشكله كتير. ناس بتكلم الصيانه ويجي يلاقي المشكله في ديت ويحلها، طبعا خد مشوار كبير علشان يجي لك ومعاد وانت عطلت نفسك، فهياخد مبلغ منك كبير، تتاكد منها ممكن يكون تلفين، لازم تجرب اي حاجه. تاني حاجه تتاكد من الغاز، الغاز مفتوح وفي غاز. الناس اللي بتستخدم انبوبه اسطوانه غاز ممكن يكون المنظم بتاعها تالف، المنظم مسدود، او الناس اللي بتغير انبوبه وكده بيكون فيها بيخرج منها شويه زيت وبتاع بيسد المنظم، فبرضه نتاكد من دي. واصل له كهرباء، واصل له غاز، واصل له كهرباء عشان تشغل الاشعال الذاتي والمبينه، وواصل له غاز علشان طبعا يقيد معاك. وبعدين خلاص اي حاجه تانيه نبدا فيها صيانه. اول حاجه معانا نتكلم فيها ان السويتش مش شغال، احنا لما نيجي نشغل ميه سخنه كده شايفين فتح معانا، احنا نشغل غير عشان مش شغال، فتح معانا وهيفضل مفتوح طول ما هو شغال، هيفضل مفتوح.
ده السويتش، لما نقفل بيقفل معانا. السويتش دوت لو ما بيفتحش ونجرب نفتحه بايدينا، بيتكتك. اه تمام، يبقى كده كل حاجه تمام. طيب ما بيفتحش بيكون السويتش تالف او السوسته تالفه. هو ايه اللي بيفتحه دوت؟ زي ما احنا شايفين كده، شايفين الريشه ديت، الريشه ديت في هنا جوه السوسته اهيت، الميه بتضغط تروح جايه عامله دوت كده، تروح محركه الجزء دوت، محرك السويتش يروح جاي فاتحه، الميه توصل يروح جاي فاتحه السويتش بالسوسته. ممكن يكون السوسته دي بايظه بتاع الابره دي، ممكن يكون بايظه، فممكن تكون محتاجه تغيير، وممكن كمان يكون السويتش تالف. ازاي اجرب السويتش تالف ولا السوسته؟ بسيطه جدا، نفك الجزء بتاعه ده، فكناه اهو، ده السويتش. لما نيجي نغيره بنفكه المسمارين دولت وبيجي الكابل ده، وده الجزء اللي بيركب فيه. طيب ازاي نقدر نتاكد ان السويتش شغال ولا لا؟ طيب ندوس على نجيب مفك، زي ما احنا شايفين اهو في جزئين هنا، رشتين معد، نوصلهم ببعض. اهو شايفين لما نوصلهم ببعض بيبدا يتكتك معانا. يبقى كده الكهرباء، دايرة البطارية سليمة، والسويتش لما نيجي نفتحه المفروض يتكتك معانا وهو واصل، نوصله. وصلنا تمام. يبقى السويتش دوت لو تالف بنقدر نغيره، نفك المسمارين ونفك الجاك وبنجيب زيه ب 10 جنيه ولا ب 20 جنيه ونبدا نركبه ونتاكد ان الريشه راكبه زي ما هي. يا ريت ما نفكش الريشه ونركب الجزء بس الاسود اللي احنا شايفينه ده. طيب لو بينقط ميه من هنا من عند السويتش، خلي بالنا لو بينقط ميه لازم نعرف منين، ممكن يكون المواسير محتاجه ربط او محتاجه جوان، وممكن يكون بينقط من عند السويتش، وممكن بيكون بينقط من عند الجزء ده. لو بينقط من هنا طبعا محتاج رباط، لو بينقط من هنا يبقى الجلده برضو بايظه. الابره اللي احنا اتكلمنا عنها بيكون فيها قلسيه، القلسيه دوت التاكل من الميه والضغط التاكل، التاكل خلاص بقى بينقط ميه من هنا، لازم نفك ونغير الابره دي كامل بالقلسيه بتاعها او القلسيه. برضو حاجات سعرها بسيط. طبعا لو بينقط من هنا محتاج لحام او محتاج تغيير لو متاكل بالكامل. نيجي بقى السخان بيتكتك وما بيشتغلش، يعني بيتكتك اهو ده بيشتغل ما بيشت... ده ما بيشتغلش. لو بيتكتك وما بيشتغلش يبقى خلاص السويتش شغال، لكن طبق ده ما بيضغطش على الموبينة او ما بيضغطش، ما بيفتحش الغاز. الموبينة الاسم ممكن تكون تلفة، موبينة دي هي اللي بتفتح الغاز. نسمع صوت كده تلاقي ده بيتكتك واحنا بنفتح، وده بيعمل تكة كبيرة وبعدها الغاز بيولع. ناخد بالنا، ده تكتكة وده بيتكتك برضه. ده لو ما بيفتحش، لو ما سمعناش صوت التكة اللي هو بيفتح يبقى الموبينة بايظة كده، بيتكتك وما بيشتغلش بسبب الموبينة، وممكن يكون الكارتة مش واصل لها كهرباء. دي الحاجات، وممكن تكون جلدة الرداخ مش ضاغطة على اللي هي بتفتح الغاز. يعني مجموعة الإصلاح وديت أكتر حاجة، يعني جلدة الرداخ والطبق والإبرة، التلاتة دولت هم من أكتر حاجة بيسببوا المشاكل ديت، ودولت بيتغيروا يعني كل 5 سنين أو أي حاجة. طيب هو مش شغال خالص من البداية، ممكن يكون مشكلة برضه من الكارتة أو مشكلة من الأمان. الأمان دوت لو بايظ، الأوفرلود دوت لو بايظ مش واصل، يعني إحنا لو شلنا طرف من دولت طبعا مش هيشتغل معانا، لان دي دايره الكهرباء اهو،
لو شلنا اي طرف من دولك مش هيوصل معانا دايرة الكهرباء. طيب نتكلم بقى ان هو بيشتغل شوية ويفصل، يشتغل ثواني النار تولع ويفصل لوحده، ده بيكون الحساس. ده الحساس ده زي ما احنا قلنا ان هو بيحس بالنار، لو ما حسش بنار او ما حسش بسخونية لمدة ثواني خلاص بيفصل، يبقى كده ايه مش حاسس بالنار. ممكن يكون التاكل زي ما احنا شايفين اهو، النار طويل كده بيكون النار متسلطة عليه، وممكن يكون التاكل خالص او بايظ او اتحرك من مكانه فهيفصل، ده ممكن يتغير، او ممكن يكون اتعوج من مكانه فبيحتاج تغيير. والحاجة التانية اللي هو ممكن يشتغل على طول، يعني احنا شغلنا اشتغل معانا تمام، لكن نيجي نفصل المية بياخد شوية، بياخد شوية قد ايه؟ يعني لو اكتر من 10 ثواني لا انت كده في خطر، لان هيشتغل النار شغالة ومفيش مية بتمر كده في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ برضو الابرة دي، الابرة دي بتفتح السويتش بتشغل لكن ما بتردش على طول، بتاخد وقت عبال ما ترد، يبقى مصدية او فيها مشكلة فبتتغير الابرة برضو، المجموعة اللي هي في المجموعة اللي هي شاملة الرداخ والطبق والابرة بتاعتنا والسوستة بالقرسي بتاعها، اسمها مجموعة اصلاح كاملة كلها ما تتعداش 30 جنيه و معموله باربع مسامير. احنا بنتكلم بس الفيديو شامل كل الاعطال، لكن احنا بنتكلم في كل عطل لوحده بطريقه التغيير بتاعته، احنا بنعرف بس الاعطال. ودي تقريبا كل الاعطال اللي بتسال عليها علشان تحافظ عليه وما يحصلش مشكله. زي ما احنا قلنا نحرك، نتاكد من السخان، من نتاكد من الكهرباء والغاز شغالين، وما نعليش النار على اكتر درجة علشان السربنتينة ديت او المواسير ديت ما تتاكلش بسرعة او تبوظ، يحصل فيها تتخرم او تتاكل او يحصل فيها مشكلة طبعا، لان بيكون سعرها غالي جدا. ولو حسينا ان النار ما بتتقفلش على طول لازم بسرعة نغير مجموعة الاصلاح. اخر حاجة ممكن يكون الشاشة معانا مش شغالة، السخان شغال وكل حاجة لكن الشاشة مش شغالة، طبعا بيكون السلك مقطوع بتاعها او هي تلفة بتتغير او مش واصلة كويس.